نعم نيلي وشريهان والحاجات دي. بقول لك احنا ماسبيرو بالنسبه لي. بتحبي المسلسلات المصري كله محفوظ كل ده بقى؟ اه مش بس اتصور جوه ماسبيرو نوت اونلي بات اولسو في هذا الاستوديو العظيم. ايوه الاستوديو اللي احنا فيه ده. أيوة. هو ده اللي اتعملت فيه الفوازير بتاعه يا سلام. فوازير ما انا جايه لك والمسلسلات انا وانا داخل وبيقولوا لي يوسف البرنامج بتاع التاسعه في الاستوديو ده. فقلت لهم هو ده الاستوديو اللي كان بيخشه فلان وعلان وفلان. انا اشتغلت في ماسبيرو من سنه 98 فاول دخله قلبي بيدق. تخيلي بقى وانا 47 سنه لا كنت السنه بقى 46 سنه فجاي وقال لي ده الاستوديو اللي اتعمل منه كل المبهرات. وكاني ببدا من اول جديد. حقك. وبس طبعا مش بس الفنانين الادباء العلماء صح الازاهره ماسبيرو ده is a great value a great meaning صح. It's more than a firm it's more than a job to be done. ماسبيرو ده انا بسميه عشره العمر ده حته مننا. انا بتكلم وانا كويتيه فما بالك انت يا مصريين. هو على ما يبدو انه اخواتنا اللي موجودين حوالينا حاسين قوي بقيمه. اصل ساعات كتير بقى الحاجه في ايدك وانت مش حاسس بيها. واللي حواليك يجي يقول لك الله ايه كذا ده ايه كذا ده. فقد كده انت بتقولي شعر